واش راكم لاباسين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. تكون صحتكم بخير. دوك راني لابسه خارجه، محمود عنده واحد الاوراق رايح يكملها، وانا قلت نخرج معاه هكذا نلزق فيه. ضاقت روحي، قلت نروح معاه ونديكم معايا ان شاء الله. المهم البنات تعبوا، حنا رحت كيما شفتوا راح هو كمل اوراق تاعو، ومن ثم عجبتني التشميز هكذا جبتها. كيما شفتوا وريتكم ما عجبتنيش هذيك الدوزيام ليه، بس هاك شغل ضايقه هكذا وتفصل. اما تاع الجين جاني ياك شغل الكتان تاعها شويه هكا خشين، يعني لبسوها هكذا في اكتوبر مادام دوكا مازال سخانه. المهم جبت هذه نقصتلكم، صح قصتلكم فوق لاغوب تما مبانش مليح. شوف جبتها هكا، ميم تيسي تاعها خفيف وبارد مليح، ما هنا مازالت عندنا سخانة شوية. تيسي تاعها مليح. المهم هاهي جبت هذه، أنا مكان جبت هذا البلاويت عجبوني ثلاثة مع بعض. شوف وهذي جبت ثلاثة ليا، جبت الماما وجبت الأم، الأم زوجي جبتهم ليهم. أمي ديجا كي تدخل طول لتحت بس كل ولاد عندها نديتها لها طول، قلت لها هي جبتهم لك، وهذو كون خبيهم الماما وهذو نحكمهم ليا. عجبوني كانوا صغار، يجي فيهم هكذا فنجان، ولا الواحد كي يجي يشرب فنجان حليب لا فنجان قهوة تحطي فنجان هكذا. صبر نجيب الفنجان نجرب. ها يجي فيهم هكا مثل فنجان، يجيو زوج، واحد هنا مثل طبسي ولا في بسكوي ولا. عجبوني كهذا صغار. المهم هذه هي، دوكا رايحة ندير العشاء. المهم دوكا رايحة ندير العشاء ونشارك معكم. قررت ندير حاجة خفيفة، قلت ندير كيش، قلت ندير لي كيش. المهم نشارك معكم ان شاء الله، خليكم معايا لاخر فيديو ان شاء الله تكونوا تستمتعوا معايا. ونشكركم بزاف على الدعم تاعكم، على التشجيع تاعكم، على تعليقاتكم وكل حاجه. المهم خليكم معايا لاخر فيديو، نتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم. ما تنساوش تحطوا لي جيم اذا عجبكم الفيديو.
وهنا البنات دخلت للكوزينه. بصراحه الكوزينه تاعي كانت نظيفه. خرجت صباح وخليتها نظيفه ميم الغدا. ما خرجناش بكري تقريبا 10 ولا المهم تغدينا برا. جيت العشوه غير باه ندير العشاء. والله هاد الايامات ما عنديش خاطر باش نطيب صراحه. ندير حاجه خفيفه برك هكا نزرب نكملها وخلاص. المهم هنا حطيت درت شوي زبدة وحطيت عليها بصل، قطعت بصل رقيق حطيته خليته حتى تقلى مليح. ومن بعد وليت كيما شتو جبت زدر تاع دجاج قطعته طراف صغار وحطيته ثاني. ومن بعد وليت خليته حتى يعني طاب شويه ثاني تقلى مع البصل. وسلو حبه طماطيشه كبيره قطعتها ثاني طرف صغار وسطها. وهنا درت الملح، درت فلفل احمر، درت فلفل اسود، توابل اللي عندكم اللي حاب يزيد اي حاجه. هنا زيتون مقطع، زيتون اخضر مقطع وسطو. وخليتها حتى نشفت شويه من الماء. ومن بعد طفيت عليها وخليتها تبرد مليح، لازم تكون بارده. المهم هنا نجيو للعجينه. هنا درت كاس ما دافي، درت ربع كاس تاع زيت. هنا درت مغرفه صغيره ملح، الملح حسب يعني الذوق تاعكم، مغرفه صغيره سكر، ومغرفه صغيره ماشي مليانه بزاف تاع خميره تاع الخبز. والفرينه الفرينه ديروا حسب الخليط تاعكم، باسكو كاين فرينه اللي ثمثم تشرب، فكاين الفرينه اللي لازم تزيدي بزاف. المهم هنا جيت عجنتها. هنا تعجنوها عادي بلا ما تدلكو، بلا ما تزيدوا اي حاجه. وعجنتها مليح وهنا نجيو الكريمه تاع الجبن. البنات هنا درت زوج بيضات كسرتهم. الناس الفورماج تستعملوا اي فورماج عندكم يعني كيما تحبوا. هنا فورماج نديرها هنا وفورماج تديها جوري، فورماج نديرها هنا والاخرى تديها جوري. المهم هنا زدت لها نص كاس تاع حليب وزدت لها الفلفل الاسود. الملح ما تزيدوش الملح باسكو الملح كاين في العجينه وكاين في الحشو تاعنا. المهم هنا خلطتهم مليح. كاين انا خلطتهم غير بالمضرب اليدوي باسكو ما عندليش فورماج رابي. كاين اللي حاب يزيد في الاخر فورماج رابي فزي ما حركت غير بالمضرب هكذا اليدوي. خليت قطع تاع فورماج باه يبقى لي. نتوما تحبوا تخلطوه مليح حتى يذوب هذاك الفورماج خلطوه. المهم هنا جينا للعجينه باش نفتحوها. انا درت فرينه، لازم ديروا الفرينه باسكو العجينه هكا تلصق لكم شويه. انا عندي هذا المول اللي خاص بالليكيش خاص بكل شيء. المهم فتحتها وحطيتها في المول. هنا استعملت الحلاله باه نحي هذوك الزوائد تاع العجينه. وهنا استفتها مليح سقمتها في البلا تاعي. ونجيبو شوكه فرشيطه ثقبتها مليح باه ما تنفخليش. هنا استلها الحشو حطيت الحشو واستفتو ثاني مليح. ومن بعد نوليو نزيدو هذاك الخليط اللي درناه تاع الجب. كيما شتو انا خليت قلت لكم قطع هكذا تاع فرماج صغار. وهذا هو البنات الشكل تاعها. زدت لها من الفوق طماطيش، نص طماطيشه قطعتها هكذا ودرت على شكل ورده. حطيت كان عندي الزيتون الاسود غير هذو القطع برك حطيتهم هنا. بعد ما طابت كيما شفتوا خليتها درت الفور على 180 درجه وحطيتها طيب. خليتها حتى احمرت من الفوق شويه ونحيتها. ما تشعلوش عليها من الفوق غير من التحت هذا ما كاين. وها هي كيفاش خرجت. وهنا جيت باش نقطعها معاكم باش تشوفوا النتيجة للأخير. هاي حطيتها في البلا وقطعتها. مهم ان شاء الله تعجبكم. مام هذه العجينة خفيفة يعني نستعملها هنا في الفليكيش في المعجنات مليحة وتجي طرية.
هذا هو الشكل النهائي تاعها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله نكون خفيفة عليكم. تلقوا ان شاء الله في فيديو جديد.